بويز السلام عليكم، كيف حالكم؟ يا رب طيبين. معاكم يور هوست ليزي بوتيتو، واليوم جايين نجاوب على اسئلتكم. حطينا بوست في تويتر وفي اليوتيوب في انستغرام نسالكم ايش اسئلتكم، ارسلتوا ما قصرتوا ما شاء الله، بالذات في اليوتيوب. طيب اول سؤال حنبدا به، طبعا لانه لي فتره ساحب على اليوتيوب، فبيقول ليه ساحب علينا في اليوتيوب؟ طيب حصل الظروف، طيب الكاميرا خربت، ما ادري ايش انحرق، الكهرباء قطعت وانا ماني في البيت وحرقت لي كم حاجه سوا. وبعدين هذا ممكن اعمله قصه الحالة تانية، سالفه انه الكاميرا اللي طلبتها من شركه معينه حق توصيل وبعدين انزرفت علي ما وصلتني، بعدين سووا لي استرجاع النقود، بعدين رحت اشتريت واحده تانية، بعدين سالفه طويله صارت، ترى مره سالفه طويله، فاهمين كيف؟ كله عشان اجيكم بالجوده الجميله دي. كنت مسوي مجنون في البدايه يعني، بس بشوف يعني ايش تقولوا كذا. السيت اب جديد، الكاميرا جديده، اديتكم فرصه تلاحظوا الموضوع بنفسكم، بس ايش رايكم بالله؟ بس لو عجبتكم هاتوا لايك، صح كذا يسوي اليوتيوبر؟ سيبوا لنا تعليق، طيب بلاش اللايك. طيب في كم سؤال جاني كذا زي الشخص اللي هو كم عمرك، ايش تشتغل، ليش شكلك مبين اصغر من عمرك؟ انا دحين عمري 31، مواليد 93 انا، او 1413. وفي اللي سالني من وين برضو، انا من جده، تربيت في جده وطول عمري في جده، يعني سافرنا رحنا مكه مدينه طائف، هذا سفره بالنسبه لي، ترى ينبع اشتغلت في ينبع سنتين، فيعني عندنا شويه هذا. لو تبغوا شيء، محتاجين شيء من الشغل وما الشغل، ما اتوقع حيفرق معاكم انتم هنا، بس اللي بيعرف اي حاجه بيستفسر انا موجود، يعني عمري كبير ممكن اقدر افيد احد ما اعرف. طيب في سؤال بيقول لي ليش سميت قناتك بهذا الاسم اللي هو ليزي بوتيتو؟ طيب ليزي بوتيتو هذه سالفه طويله، مره طويله، طيب بس هي ما بين الاسم شخصيتي في ووركرافت، وما بين الظروف اللي انا كنت عايش فيها، ما بين الحاجات اللي صارت واللي بتصير، فاهمين كيف؟ انا اسم شخصيتي في ووركرافت ليزي بوتيتو، طيب اللعبه اسمها وورد اوف ووركرافت اونلاين، اسمها كذا. ليش سميت اصلا الشخصيه كذا؟ عشان انا كسول، كنت كسول، كانوا يقولوا لي ليزي وبوتيتو بوتيتو، بس احب بطاطس. اشوف تغريداتي حق زمان واللي هي زي التغريدات، ما اعرف البوستات، ما اعرف يسموها من زمان، وحتى ايام ماسنجر دائما مسمي نفسي بطاطس، ما اعرف هل هو حب داخلي جوتي كذا، حب متاصل اصيل للبطاطس، ماني عارف صراحه، بس يعني هذه هي. ما عندي سبب عميق اديك هو، بس لو حتسمع الحكاوي حقتي ممكن حتلاقي شيء تقول عشان كذا رابط الحاجات دي كذا ومسمي قناته كذا. طيب السؤال اللي بعده يقول لي ليش انت دائما رايق وما بتعصب ابدا، مع اني بلعب العاب يعني لو تشوفوا زي اب مدري جيتينج اوفر ات وجولفينج وذ مدري ايش اوفر ات، كل الالعاب اللي هي حق الاعصاب هذه تعرف، والمدات والتحديات، فاهمين كيف؟ فالعصبية مو سالفة أنا ما أعصب، تبوا دليل أحاول أجيب لكم فيديو، بس شوفوا الرن حق سول ليفل 1 وأنا ضارب مع رادان. طيب أنا ممكن ما أعصب كلاميا بس قلبي حينفجر، فاهمين؟ أنا ضارب مع رادان 160 النبضات، أتوقع لو تقيس ضغطي تلاقيه شاطح فوق 200، فاهمين كيف؟ انفعل ما يبين على وجهي. ليش ما يبين على وجهي؟ والله ما أدري، هل هي ظروف حياة، هل هي شخصية، ماني محلل نفسي صراحة، بس أنا أشوف نفسي يعني أنه أنا ممكن أعصب، بس ما أشوف في شيء يستاهل تعصيب من ناحية التعصيب، ما أعرف يعني ما أشوف في أي شيء ممكن يصير يستاهل أني أعصب، إلا لو أحد غلط على مدري مين، فاهمين كيف؟ كده بس هذا اللي ممكن يخليني ممكن أتنرفز وأعصب، بس غير كده ما أشوف في شيء في الدنيا هذه كلها يستاهل أنك تحرق أعصابك عليه. في أيام حتلاقيني كده وأيام لا، أنت وحظك. في سؤال يقول لي متى كانت أول بداية لك في اليوتيوب؟ طيب اليوتيوب يا جماعة أنا بديت ترى مرة من زمان، يعني يمكن عندي فيديوهات في 2009، طيب نزلت فيديوهين ثلاثة بدون صوت بدون كاميرا بدون شيء، بس صوت اللعبة، جالس ألعب لعبة ووركرافت وأنا جالس كده أشرح قتال مع بوس كيف تقتلوا لحالك. البوسات زمان كان يعني يحتاجوا كم شخص عشان تقتلهم، فأنا كان عندي طريقة كده أو طرق إنه كيف تقتلهم لحالك بدون ما تحتاج مساعدة ناس. متوحد اللعبة MMO، اللعبة معمولة عشان تلعبها مع ناس، أنا جالس أدور طرق ألعبها لحالي، فمين عادي يعني حركات إحنا نسويها، فاهمين كيف؟ فيعني فكانت بدايتي هناك، ما كانت بداية جادة يعني للقناة، فاهمين كيف؟ وبالمرة ننتقل للسؤال الثاني اللي بيسألني يعني عن خططي للقناة ومدى جديتي، او يعني هذه القناه هوايه ولا انا جاد في المحتوى بنزل، يعني معامله معامله الشغل، فاهمين كيف؟ فالقناه يعني انا ما بدات فيها واشد حيل فيها الا 2022 ترى، واصلا ما كان عندي امكانيه اني انزل اي شيء في اليوتيوب الا 22، فاهمين كيف؟ حاولت في تويتش من ناحيه البثوث اني اشد حيلي في 2019، جت كورونا واضطريت اوقف، واصلا دخلتي التويتش كانت 2019 ترى، يعني ما كنت أدري يعني أنه موجود من زمان فيه وكل شيء، وعارف أنه يبث وكذا،
وكنت أنا بث بس حتى أتكلم إنجليزي، ما كنت عارف في مجتمع عربي صراحة كذا، لذي الدرجة مقطوع عن الدنيا، من عارف إنه في مجتمع عربي يلعبوا ألعاب يعني، معلش يعني سامحوني مرة سامحوني، بس كذا هذا كان فكري للأسف يعني، إنه مجتمع عربي يلعبوا غير فيفا وكود وفورتنايت وكذا الحاجات هذه، فاهمين اللي كانت موجودة وقتها يعني، فاهمين كيف حسيت يعني، ما سولز نادرا ما ألاقي حتى حولي يعني، ممكن أشوف شخص واحد وعرفها عن طريقي ولعبها عن طريقي يعني، لما دارك سولز يمكن شخص واحد ولا شخصين ولا ثلاثة، كلهم لعبوه عن طريقي، وفي البداية كانوا مرة معارضين للفكرة، فاهمين كيف؟ فما توقعت ألاقي الدعم هذا، عارف إنه في مجتمع ليك، عارف إنه في مجتمع يعني، عارف في كده كم مجتمع، بس ما كنت أدري مثلا في ناس يلعبوا إندي جيمز، يلعبوا ألعاب تختيم، ناس يلعبوا، حتقولوا لي بندرتة موجود من زمان كده، عارف أنا أتكلم بثوث، شو نتكلم بثوث، ركزوا أيوة، ف ما كنت أدري إنه في هذا، وأنا ما كنت ناوي أصلا نزل فيديوهات في اليوتيوب صراحة، ما كان عندي إمكانيات وما كنت متوقع إني أقدر أصلا على اليوتيوب، فاهمين كيف؟ وسبحان الله في 22 قلت لا، حسبتها من 2019-2020 بثوث، بعدين وقفت عشان كورونا، وقفت سنتين، 22 لين كده لميت أموري وخططي وكل شيء، بدأت في 22 نهاية 22 طيب، وعلى حظ الحمد لله نزلت الدرينج يعني، دفتني دفة محترمة والله، الدرينج مرة دفتني دفة محترمة، طبعا بدعمكم أنتوا يعني إن شاء الله ما قصرته. ومن ناحية مستقبل القناة ومن ناحية الحاجات اللي ممكن نسويها في المستقبل، أنا باكم تفهموا يعني، ممكن مو الكل بيتابع، بس أنا عندي الأساس إنه أخدتم لعبة سولز، وبعدين عشان لا أقطع عنكم محتوى السولز، وأنا شخصيا أكون مستمتع فيه يعني، ما ألعب شيء سولز إلا لو في شيء موجود أنا بلعبه، أنا ما ألعب، ما أعيد اللعبة كل شوي، بس من مبدأ إني أعيدها، ممكن شوي أجلس أعيد لكم رن سول ليفل 1، ممكن شوي اجلس اسوي تحدي، انا ماني انسان حق تحديات ترى، ماني لعيب ولا بقول اني لعيب، في اسئله كذا حجلس احطها في الشاشه تتغير، اللي بيسالوا برد عليهم كلهم، ها عمري ما قلت اني لعيب سولز، انا سبحان الله هذا سول ليفل 1 حق الدرنج احسه ضبط كذا بس لا يعني بحاول فاهمين كيف، بحاول مرات انه اسوي تحديات زي كذا تكون حلوه وممتعه في نفس الوقت، ما اكون انا منفس وانا جالس العب معاكم، وفي نفس الوقت ترى بنوع يعني، بجلس تلاقوني مرة ألعب سولز، مرة ألعب بلاتفورمر، مرة تلاقوني ألعب تختيم، مرة تلاقوني ألعب زي الفترة جات لعبنا ريزيدنت إيفل، وبحاول يكون في بينهم وبينهم فاصل يعني، فاهمين كيف يعني، مرة سولز مرة تختيم، مرة سولز مرة كده لعبة اندي، بعدين ممكن لعبة نزلت الكل يبغى يلعبها والكل يبغى يشوفها نلعبها لما نزلت تنين دوغما مثلا، فاهمين كيف زي كده. فانا محتواي الاساسي تنويع، ما بيكون سولز بس، وفي الاغلب حتلاقوني اتفرع اكثر واكثر مع الوقت، ممكن نوصل وقت يكون ما في محتوى سولز بصراحه يعني، عشان اقول لكم هي بالصريح، تحديات مصيره تخلص الا لو ميازاكي شات حيله، هذا كلام تاني يعني، ميازاكي عمنا ميازاكي لو شات حيله ما حنقول له لا صراحه يعني، كل ما ينزل احنا وراه ما علينا فاهمين كيف، هو الاكيد انه اي لعبه سولز لايك حتنزل انا حجربها، انا احب الطريقة حق الار بي جي والسولز لايك تعجبني دائما في الالعاب، عشان تخليك تفكر، احس ما اعرف السولز لايك ايش فكرته، والالعاب اللي شبيهه بالسولز زي ما نقول حلاوتها، انا اللي عاجبني فيها اكثر شيء ممتع فيها، انت لو مت انت اللي غلطان، نادر ما حتكون مو انت اللي غلطان، الا في قتالات الغثيثه زي سرير الفوضى بيد اوف كيس، سرير سول دارك سول زون والفاير جاينت، يجيك كده ما انت عارف، انت الكاميرا تجلس طالع فيه كده فوق تستنى متى يضرب بالقدر، متى يضرب برجله، يعني القتالات العمالقه انا ما احبها في الالعاب دي على فكره، نهائي، ممكن العاب الار بي جي تزبط، في السولز ما احبها، عمري ما تقاتلت مع عملاق وحسيت بال كيف اقول لكم الرضا فاهمين كيف، حتى يورم يعني، يورم لما تستخدم سلاح وتجلس تدق في رجله 200 سنه عشان يموت، يعني ما في عمري ما انبسطت قتال عملاق للان في العاب السولز، التنانين غير، التنانين مو عمالقة. طيب في ناس شافوها بس بوريكم، هي كمان شايفين هذه كاميرا شفتها من بثوث ناس تانية بيسووا بيها فلوجات وبيسووا بيطلعوا يصوروا برا وكذا، فنوين مرة ترى نوين نوع كثير، بس يعني ما سوي يعني، عندي أفكار بسويها فاهمين كيف يعني، في ناس مثلا في القناة من طالبين مني بالطبخ كل أسبوع، أقول لهم إن شاء الله للآن ما تسوى يبغون يطبخ، ماني عارف ايش اطبخ انا، طيب بعرف اجيب مويه وتلج وادوبها وكذا واقول ها طبخت مويه، فماني عارف ايش اسوي صراحه، ف يعني بنوع شويه، فعشان كذا برضو بالمره نعلن يعني هنا في الفيديو، ولا خليها اخر الفيديو، خليها دحين لو احد تفرج حيعرف، بس انه احنا اتفقنا حتى في البث اتفقنا انه مثلا نختار يوم ولا يومين في الاسبوع، لما تيجي اليومين هذه مثلا يوم اثنين وجمعه مثلا، اثنين نجرب شيء عمرا ما سويناه في القناه، مثلا العب لعبه غريبه علي مره، اتفرج انمي، اتفرج مسلسل،
شيء زي كده فاهمين، نسوي فعالية سحب، نسوي مسابقة مع المتابعين، نسوي حاجات زي كده غريبة، حاجات ما احنا ما نسويها في القناة فاهمين كيف. ومثلا يوم الجمعة لو قادرين مثلا نسوي كده، اطلع برا واسوي ستريم وانا في الشارع مثلا، اروح مكان فيه فعالية مو تغطية بس اسوي شيء، اسوي شيء يعني ما اعرف، اروح اتسلق هذه كده، ولا اروح العب سولز في الحياة الواقعية ما اعرف يعني، شو ادبر سالفة فاهمين كيف، فما اعرف يعني كده فاهمين، في فكرة جلسة تتكون فاصبر علي. في دايسون كاتب لي ايش السبب اللي خلاك تختار هالنوع من المحتوى اللي مو مرغوب من الناس، لان الناس تحب تشوف المحتوى الرخيص والتافه، ليش تلعب سولز كثير بزيادة، هل الامر له علاقة بالمزوخية؟ طيب يعني والله شوف، المزوخية اول شيء امسحها تمام من قاموسك. طيب هي الفكرة في اي لعبة اللعب انت بتلعبها عشان المبسوط تستمتع فيها فاهم. انا ممكن بتشوفوني العب سولز بس ترى عادي العب شوتر، العب ثانيه بس لما الحق يعني برا البث فاهمين كيف، او قبل البث كنت العب كل شيء، ما زلت يعني العب اي شيء وكل شيء ترى حرفيا. انا الحاجات الوحيده اللي ما اعرف العبها وعشان كذا ما العبها فيفا، اللي هي العاب القتالات زي تيكن وما تيكن، ما اعرف العبها ترى عشان كذا ما العبها فاهمين كيف. في شيء ما العبه، ليج هذه ليج والموبا، ليج ودوتا مستحيل العبه، مستحيل مستحيل مستحيل، عشان صحتي. هذه زي الكوره، ليش ما اتفرج كوره؟ عشان صحتي. زمان اخر مره تفرجت كوره ايام بطولة كاس عالم جنوب افريقيا، هذا اخر وقت خلاص كده، وانا صغير كده اكتشفت انه لا انا حمود بدري لو كملت فاهمين كيف. ليج نفس الشيء، دوتا نفس الشيء فاهمين، دوتا من دوتا 1 اكتشفت الشيء ده خلاص فاهمين، قطعت السالفه من بدري. ليش اخترت المحتوى ذا انه ما هو مرغوب ومرغوب؟ هي مو فكره مرغوب ومو مرغوب يا دايسون، انت فكر فيها طيب وشوفها من منظورك الشخصي، وممكن من منظور ممكن ناس يتفقوا معي وممكن ناس لا. انا اشوف انه في ناس كثير تتفرج صناع محتوى يدور محتوى زي كذا، يدور محتوى انه ناس تلعب سولز او تلعب العاب تختيم، ناس تدي تعليقات سولف تتكلم، يلعب اي شيء مو شرط سولز، انا اتكلم اي شيء فاهمين كيف. ما في صناع محتوى كثير ومستمرين بيقدموا المحتوى هذا، فاصلا ما يفكر يدور عليهم. يعني انا اقول لك، انا مثلا انا دحين مثلا ابغى اشوف فيديو للسولز، طيب انا وديع طيب، ما يجي ببالي اوكي، يجي دحين الان يجي ببالي وفا ويجي بوغس ويجي الشباب كلهم يجي ببالي، بس تعال قبل ما ادخل المجتمع انا انسان طبيعي لسه ما بسوي ستريم ما بسوي شيء، نشوف الناس الاجانب فاهم، مع انه موجودين دولة بس انا ما ادري مثلا، ولا ما اخذ فكره عامه بسبب محتوى ثاني شفته في اليوتيوب زي كده انه بقول انه محتوى غير مرغوب، بس لا هو مرغوب من الناس بس عندنا لسه ما هو متوسع فاهمين كيف. فما في احد مثلا تعرفه مثلا زي فاتي مثلا، هذا يشرح العاب سولز، في عندنا مثلا عبائد بس مو كل يعرفه، او عبابيد في وبا في شباب بيشرحوا، انا عارف في كثير بيشرحوا بس ما في واحد متخصص للشيء ده فاهمين كيف. في ناس حتى اللي يدوروا بس رأي لما تنزل لعبة يطلع لك واحد زي هذاك شارلي مايس كريتيكال يجيك Hello guys, today we'll talk about the new game. فمين كيف يجيك كده يتكلم انه المحتوى اللي انت تشوفه رخيص وتافه، هو مو رخيص وتافه اكتر من ما انه هو اللي بيجيب مشاهدات فاهمني، بدون يعني ويا رب يعني لحد ياخدها مني بصورة سيئة ولا يسمع يعني ياخد الكلمة ذي كده ويمسكها عليا، بس انه المحتوى الرخيص والتافه هو مو رخيص وتافه، هو بيجذب انتباه. انت عندك احنا شيء نسميه supply and demand، يعني السوق يعني زي السوق اللي انت فيه والطلب على الحاجات اللي فيه فاهمين كيف، فكل ما يكون الطلب على الحاجات اللي في السوق هذا اكتر كل ما الناس حيسووه اكتر. انا اجيب بدنجان ابيع بدنجان، واللي جنبي يبيع بطاطس، اللي يبيع بطاطس بيدخل 100,000 وانا بدخل 50 ريال، طيب هصير اجيب بطاطس عشان ابيع زيه انت فاهم كيف، هي السالفه كده انت فاهم. فهذا شيء، وتاني شيء الجمهور يعني يعتمد ايش الفئة العمرية اللي انت مستهدفها فاهم. فالرخيص والتافه ممكن رخيص وتافه بالنسبة لك لانك انت كبير طيب، بس الشباب يعني معلش انا كمان لما كنت صغير انا كنت احب حاجات دحين اشوفها جدا رخيصة وتافه على قولتك فاهمني. فبس وانا بدون ما استنقص من اي شيء، كله ترى اي محتوى انا اشوفه في اليوتيوب ترى يكون فيه جهد وتعب فوق ما تتصوره، انا اللي ما بسوي الشغل اللي هم بيسووه، ويعني كيف أقول لكم يعني أقدر التعب اللي هم بيتعبوه إيش ما كان محتواهم، طول ما داموا ما هم خل بالأداب، طول ما داموا ما هو يعني كيف أقول لك ما في يعني أذية الناس، بصراحة جبار، شغل جبار من كل النواحي لكل اليوتيوبر الموجودين
اي شيء ما في اذيه للناس ما في له الله يكرمكم مصاخه رائع صراحه ما شاء الله تبارك الله على الشباب مو مقصرين. طيب السؤال اللي بعده يقول لي كيف تعرفت على عالم السولز وايش هي الالعاب اللي تستمتع بها من غير العاب السولز؟ طيب بس عشان جزئيه انه عشان اخلص قيد رديت قلت الالعاب اللي بلعبها وبلعب اي شيء وحرفيا استمتع باي شيء، رحت محل العاب طوكيو واشتريت السوني 3 كنت ما اعرف كم جايب في القدرات، اهلي مبسوطين بيه جابوا لي، هو كان غالي 60 جيجا بس مره ابو كلب. طيب بس وبعدين اشتريت مره غالي، انا جاي من سوني 2 اللي كان اشتري 14 طب 10 ريال فاهمين كيف، فكان الشريط الواحد 320 وب 300 وب 270، قلت يا الله لازم لو اشتري لازم اشتري لعبه، فكان في كل زون اتوقع وكان في دارك سولز وكان في لعبه ثانيه يمكن كول اوف ديوتي، ما في حل العب شوتر اخذت دارك سولز لعبتها، دخلت ديمون نزل لي من فوق طقني مرتين، قفلت السوني طلعت الشريط حطيته في العلبه حطيته في الدولاب هو بالسوني، 3 شهور ما لعبت ما لعبت سوني نهائي فاهمين كيف، فيعني هذه بدايتي كانت في السولز، بعدين رجعت النت كان قاطع الامور تعبانه فاهمين كيف، اضطريت غصبا عني العب، لقيت الباب على اليسار فتح دخلت معه وخلاص جيجي كملنا من هنا. اصلا تشوفوا لعبي مره يقر كذا اجلس ماسك شيلد انضرب بعدين ارجع ضربه امسك الشيلد ثاني فاهم، ما اسيب السمن التعبه فاهم، يضربني اطيح انطبع في الارض زي كذا فاهم والله مره البدايات كانت سيئه. اخذت اصلا الجزء الاول يمكن 7 شهور عشان اخذته ترى. طيب السؤال اللي بعده يقول بما انه عندك معلومات كثيره عن ثلاثيه دارك سولز ليش ما تسوي فيديو تشرح فيه قصتها كامله، انا مختمها 1000 مره وما اعرف القصه. والله شوف يعني بدأت تلعب وانتم بدماغي اني اسوي فيديوهات شرح. طيب جيت انا مشكلتي لما اشوف احد تاني يسوي الفكره كيف اقول لك، اقول خلاص هو عاملها ليش عاملها انا، انتم فاهمين كيف، بس انتم جالسين مع الوقت يعني تقنعوني انه لا نبي نسمع منك، حتى لو في احد تاني مسوي نبي نسمع منك، فما اعرف ممكن ارائي كمان يعني في النهايه انا ما يعني كيف اقول لكم، ممكن اغلب كلام اللي حقوله يكون توقعات حدور اوكي وممكن اغلط زي غيري وممكن اجيب الصح وكذا، في مشكله ثانيه كمان الصوت الاشكال اللي تطلع احس يبالها شغل، بس بدات كده الى حد ما اشوف الموضوع، لو شفته مناسب لقيت منكم يعني تقبل للفكره اسوي فيديو واحد، ممكن لو في تقبل منكم للفكره يصير نسوي كمان، وبرضه من مبدا التنويع ممكن نخلي اليوم الاثنين ولا الجمعه هذه اللي قلت لكم عنها. يقول لي السؤال ايش هدفك في اليوتيوب؟ هدفي في اليوتيوب والله يا جماعه اني اسوي مجتمع معاكم بس جميل، اكون موجود وكون احنا موجودين، وفي المستقبل ان شاء الله نسوي شيء طيب. يعني تقولوا لي ايش يكون موجود، ايش بيقول ده فاهم، لا انه اكون موجود اني دائما انزل لكم محتوى تكون مستمتعين وتكون انتم متواجدين كمان، تقدروا يعني لو احتجتوا شيء تبغوا اقتراحاتكم تتسوى يعني تبغوا شيء، مرات حتى نصايح بس حياتكم عامة، مرات ناس تكلمني عادي أنا شايف نفسي زي أخ وسط أخوانه فاهمين كيف، فحرفيا يعني ما أبغى الرسمية ما أبغى أتمغل صراحة لما واحد يكلمني برسمية، وأنتوا فاهمين كيف فاهمين كيف، في ناس موقن إنهم عارفين إيش الرسمية اللي أنا قصدي عليها فاهمين كيف، فمرة مرة عادي كاني أخوكم واللي تحتاجوه يعني إن شاء الله على قد ما أقدر وباللي ربي مقدرني عليه تبشر بي إن شاء الله فاهمين كيف، وبس هذا هو ما عندي أي هدف حاليا غير كذا. هدفي خلال 4-5 سنين بصراحة أو يعني ثلاثة إلى 4 سنين أنا مكمل والحمد لله دحين في راحة، بس إذا الشغل بدأ يضغطني وكذا هدفي إنه لا يريت ويا حبذا لو يكون صناعة المحتوى هو مصدر دخلي الأساسي فاهمين كيف، هذا شيء صعب أنا عارف، أو حتى لو مصنعة المحتوى إنه في 3-4 سنين هذه أنا أسوي شيء يخليني أقدر أسوي صناعة محتوى بشكل كامل، يعني أسوي لي مشروع أسوي لي شيء فاهمين كيف يكون ناجح، طبعا أنتوا عارفين يعني صعب الموضوع مو سهل إنه كذا أتكلم فيه ببساطة ففي تفاصيل كثير، بس إنه ياريت لو أنا صنعت المحتوى هذه أو إني يعني حتى إني أسوي بث، بلاش نقول صناعة محتوى، إني أسوي بث وتكون أنتوا موجودين وأنزل فيديو وتردوا وناخذ وندي مع بعض، بصراحة هذا شيء أنا بالنسبة لي جدا يعني جميل، بالنسبة لي شيء إيجابي في حياتي فاهمين كيف، فبيعطيني دفعة أتحرك فاهمين كيف، فمرة حلو بصراحة، فما أعرف يعني ما من إنسان معبر حاليا، خذوا هذه كجواب وخلاص حروح للسؤال بعده مو لازم تفهموا شيء. يلا أنا أشوف لو ألعاب السولز كان سرد قصتهم زي ألعاب القصة مثل The Witcher و Uncharted وغيرها راح تتفوق على أغلب الألعاب القصصية، تتفق أم تختلف ولا؟ ما أتفق وما أختلف. طيب ليش؟ أنا أقول لك أنا مبدأ إنه حاجة أفضل من حاجة
صعب عندي، صعب اني احط مقياس انه بالذات لو كانت حاجات مختلفة. يعني لا، انا لو اجيب كاسة مثلا، اجيب الكاسة هذه طيب، واجيب ما عندي كاسة ثانية، اجيب كاسة قزاز طيب هذه وكاسة قزاز، هتقولي اي افضل؟ والله الاثنين بستخدمهم، فاهم؟ الاثنين يشربوني مويه مثلا، هذه فيها مويه ترى، من ما ليش جايبين حق السياره؟ انا عارف بس كبير عشان يعني كيف اقول لك، ما اقدر اقارن بينهم عشان مو نفس الشيء. لو كاسه قزاز وكاسه قزاز والاثنين زي هذه، هقول لك مثلا هذه جديده هذه قديمه، ولا هذه فيها وفيها، فانا ما اقارن. ممكن عن تجربه شخصيه، حتى عن تجربه شخصيه انا بالنسبه لي كلها حلوه يعني، فاهم؟ مثلا ذا ويتشر قصتها كعالم انه كذا عالم اساطير وفي الوحوش هذه اللي هي زي العفاريت والجن والمدري ايش، قصتها اسطوريه مره مره. وويتشر اصلا ترى الجيم بلاي حقها كله قصه، يعني الجيم بلاي حقها مو ذاك الشيء، بس القصه مره يعني تدخلك عالم تاني، جو ثاني، العالم نفسه، اجواء العالم حقها، بس جيم بلاي كومبات مو ذاك الشيء ترى، فاهمين كيف؟ انشارتد مره حلوه القصه حقها، بس كقصه كده تحسها مغامره اكشن، زي هذا شو اسمه ميشن امبوسيبل حق الجواسيس، فمن كيف كده تحسه حلو يعني، قصه حلوه ما تقدر تقارنها بقصه سولز برضو. والسولز قصتهم حلوه كمان، قصتهم مره رائعه، بس المختلف يعني انا هذا الاسلوب حق السرد اللي اجلس ادور بنفسي ممكن انا يناسبني، غيري ما يناسبه، فاهم كيف؟ ولو كان سرد انها تنقال ممكن انا ما يناسبني اني ادخل مثلا الدب هذاك ينزل لي من فوق ويبدا يديني كلام ديالوج، انا ما يناسبني. طيب ما احب كذا، ما كان لعبت سولز فاهمني، فالعاب ار بي جي ما احب زي كذا. انا العاب الار بي جي احب يدوني يعني، شوف زي دراجون دوغما، زي دراجون ايج انكويزيشن، مع انه دراجون دوغما وايج انكويزيشن مره مليانه ديالوجز بس الى حد ما مقبوله، حتلاقي دائما في حاجات اكثر ما بيقولوا لك هي، فاهم؟ من النوع اللي احب ادور على القصه، فلا ما اتفق يعني، يعتبر ما اتفق بصراحه. وليه؟ عشان الأسباب اللي قلتها، وممكن ناس تتفق وناس ما تتفق، بس أنا إنسان حتى لو حسوي تقييمات ما عارف أقيم لك 1/10 أو 9/10، عشان عادي ممكن كله كويس، حديك هذه إيجابياتنا هذه سلبياتنا، خلاص ده اللي موجود، أنا عاجبني كذا 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 كذا، ومو عاجبني كذا 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 كذا. طيب هنا جاكس عندنا يقول الوديع، ليش اسمك وديع؟ عشان أمي سمتني. تتابع أنمي أو لا؟ أتابع مرة كثير فوق ما تتصور. تتابع أفلام مسلسلات ولا لا؟ أفلام مسلسلات لا بصراحة مو كثير، قبل فترة كنت أتابع حاجات مارفل ليه فترة موقف. تتابع كورة ولا؟ قلت لا ما أتابع كورة، وجميع ما سبق جاوبت عليه، شكرا. وديع، وين تشوف نفسك بعد 10 سنوات؟ أطال الله بعمرك وبعمرنا جميعا إن شاء الله، أعمارنا كلنا إن شاء الله، يطول بعماركم إن شاء الله، يرزقكم الصحة والعافية. طيب بعد 10 سنوات والله من الآن ما أعرف، أتمنى أني أكون أب كويس، بس زي ما أنتوا عارفين أنا متزوج، بنتي رماس دحين عمرها 9 خلاص قريب 10 سنين، عندي كمان 2 صغار تانين، فأتمنى أنه في ذاك الوقت أكون أني كنت أب كويس لهم، عشان خلاص أتوقع يكونوا خلاص على وشك أنهم يكبروا، وأتمنى أني ما أكون قصرت يعني. ما أعرف السؤال يعني هو كذا يتجاوب ولا لا صراحة، بس أنا كذا فاهمه يعني، بس ما عندي شيء في حياتي أبغى أسويه أكثر من أني أكون كذا، فاهمين كيف؟ ومن ناحية اليوتيوب أتمنى انه يكمل 10 سنين، بس ما اتوقع محتواي حيكمل 10 سنين، والله اعلم، الله اعلم. 10 سنين تتكلم عمري 41 سنة، عشر سنين والله 41 كثير يا عيال، رفعت قاعد تعرف ولا ايش تسوي بعد 10 سنين؟ خلاص جاتني فكرة، بعد 10 سنين اكون شبه يعني ان شاء الله مفروض يعني اموري كويسة كذا، وابو خلاص خلصت ابوه وخلصت كل شيء، اصير فاضي نتعلم كودينج ونسوي لعبة سولز، نسوي لعبة سولز في جدة طيب، بس والدي ال سي في الطايف، وش اسمه ممكن نضيف جازان وينبع، فاهمين كيف؟ نسوي دي ال سيات كذا مناطق المملكة مستوحاة طبعا يعني مو نفسها، فاهمين كيف؟ يعني تخلي التوتوريال في البلد زي كذا، فاهمين كيف؟ يا حركات يعني، الجزء الثاني في الرياض زي كذا، فاهمين يعني حركات، نسوي لعبة، نسوي لعبة، نقعد كذا نسوي بثوث، احنا نسوي نبرمج لعبة 5-6 سنين، لأن كمان يعني تكملت بعد 15 سنة، بس أنا أشوف نفسي زي ما أنا بصراحة، ماني شايف فيه تغيير حيصير يعني في حياتي، يعني لا في شخصيتي ولا في أموري ولا يعني، إذا ربي رزقني الحمد لله، بس قاعد معاكم ماني رايح مكان، بس بشوف يعني، أهم شيء ليكون كرنج يعني، فاهمين كيف؟ ليكون شيء مغص البطن المحتوى اللي بسويه، وبس هذا هو. الحين أنا في سؤال جدا مهم يقول لك، لو خيروك تقابل محمد عبده الأصلي طيب، أو تقابل ليدي ماري في شبابه؟ سؤال جاد. طيب كيف محمد عبده الأصلي؟
أنا عارف محمد عبده واحد بس إيش قصدك بالأصلي؟ فاهم كيف؟ بس لا طبعاً أبو نورة، هو أبو نورة محمد عبده. دقيقة لكم فشلت نفسي. أبو نورة مين؟ أبو نورة أيوه محمد عبده. الحمد لله الحمد لله، حسيت إني جبت العيد. والله مضيع عيال جيعان صح، الساعة 3 الفجر. طيب يقول لي سؤال أفضل أنمي. أنا بالنسبة لي ما حديك، ما حقول لك ون بيس وبليتش وناروتو والحاجات دي، هذه عشان حاجات مسلم بها، هذه نتفرجها، هذه دائما شغالة، شغالة من عام 1900 ومدري كم، ودراغون بول والحاجات دي أنا كلها أتفرجها ترى. في أنميات يعني تسيب أثر فيك، فاهمين كيف؟ حتى أتاك، ما حقول لك أتاك ونتايتا، خلاص أنت الأجوبة هذه تتوقعها من أي واحد صح؟ أنا لازم أكون خارج عن القطيع. أنا إيش الأنمي أكثر أنمي أحبه؟ سأنه بفكر دقيقة. في أنمي غريب مو كل الناس ممكن عجبهم، بس أنا عجبني. أنا من زمان أحب اللي هو كيف أقول لك، شخص ويروح عالم ألعاب ولا قاتل في عالم ألعاب وزي كذا. في أنمي تفرجته اسمه لوغ هورايزن. طيب لوغ هورايزن كان مرة حلو، المواسم الأولى حقته، المواسم الجديدة ما شفتها، فهذا كان جدا من الحاجات الحلوة. في أحب الأنميات الغريبة دي، في شتاينز جيت. في ناس حيقولوا لي برزيرك، إحنا نتكلم أنمي صح؟ كأنمي برزيرك بصراحة مرة أبو كلب للأبد، فاهمين كيف؟ يبغى له ريميك والله. بس كمانجا أوكي أنا فاهم، عارف حيقول مانجا ودي كلم أنمي الحين، أنمي فاهمين كيف؟ شتاينز جيت، هذا لوغ هورايزن. أحب حاجات غريبة ترى لا تسألوني، يعني الحاجات الأساسية أساسية ما علينا منها. طيب أساسية ذيك، هذاك أساس بيسك تتفرجوا ما فيها كلام. ديمون سلير، بوكو نو هيرو، وان بانش مان، هذه أساسيات، هذه أساسيات أنمي ما نتناقش فيها حتى، هذه أساسيات فاهمين كيف؟ حيجي اللي يقول خايس حلو ما لي دخل بي، أنا بقول لكم هذه أساسيات. لو أنت ويب حقيقي تتفرجه، حتى مو عاجبك تتفرجه خلاص، أنت كده أنت ويب لازم تتفرج مو بكيفك، فاهمين كيف؟ الباقي هذا زيادة، فاهمين كيف؟ بس يعني هذا رأيي يعني، معلش على التعصب. طيب شباب الأسئلة مرة كثير ما شاء الله، وأنا ما عرفت ألحق والله، ما أعرف يعني هل تبغوني كل فترة أسوي لكم كذا فقرة نجلس نجاوب على أسئلتكم؟ أهم شيء فقرة، شايفين شايب. المهم يعني مرة أسئلة كثير، فخلاص آخر أسئلة حجاوب عليها دحين كلها بيسألوني على الألعاب. يعني في ناس بيسألوني على سيكرو، متى هلعبها، هل هلعبها، هل حختمها، هل هسوي شرح تفصيل ممل. أنا أبغى أسوي فيديوهات لسيكرو. طيب أنا مختمة طبعا، يعني هذا ما فيها كلام، زمان مختمة. أبغى أسوي فيديوهات لسيكرو، بس أبغى تكون فيديوهات الشرح اللي هو بالتفصيل الممل، نفس الوقت ماني عارف كيف، ما يعني حاولت كذا طريقة. سيكرو يبغى لها تعلم، فيها إنه لازم تتعلم حركات البوس، وأنا لما ألعب عارف حركات البوس، فممكن الدنيا سهلة علي مرة بزيادة، فجالس أدي نفسي زي ما تقول معوقات، زي ما عملت في بلاد بورن، تلاقوني ما استخدمت المسدس كثير مثلا، فاهمين كيف؟ في سيكرو ما هي بالبساطة دي، فجالس أشوف طريقة ومعوقات كذا تساعدني إني أخلي عندهم طريقة سهلة يتعلموا بيها، وفي نفس الوقت حتى اللي ما قدر يتعلم مرة بسرعة يمشي أموره، فاهمين كيف؟ لين يتعلم. سيكرو شوية صعب إني أسوي لها دحين فيديوهات، بس بحاول، بقول لكم أنا لي سنة يمكن جالس أحاول أشوف طريقة إني كيف أسوي فيديوهاتها، ترى كل مرة أروح وأرجع عليها، بس يعني زي كذا. بس في سؤال يسألني هل في رن جديد لهولو نايت؟ هولو نايت ممكن ألعبها تاني بتحدي، لو حتنزل سلك سونج اللي هو الجزء الثاني نعيدها تاني، ما عندي مشكلة. يقول لي كيف قتلت إلدن بيست بليفل 1؟ قعدت عنده 3 أيام ما قدرت. صدقني قتلت إلدن بيست أنا انفجعت فيها لما دخلت عنده بعد رد أقول مات. لا تسألني كيف، أنت شفت اللي صار صار ومات، هل هي الضربات حقته؟ ما أعرف صراحة، يعني أنا انفجعت ذاك اليوم. ناس كثير بيسألوني ترتيب ألعاب السولز حقي، إنه من الأفضل للأسوأ ومن الأسوأ للأفضل وكذا. أنا كلهم كويسي، كلهم عيالي، دائما أقول لكم ذا الشيء. دائما لو أحد جاي يلعب سولز حنصحه يلعب الأولى، يلعب دارك سولز ريماسترد. لو مرة حسيته من نوع اللي ما حيستحمل اللعب القديم خليه يلعب إلدن رينج على طول، وبعدين لو ناسبته أرجعه للألعاب السولز الثانية. ليش؟ دارك سولز هي الأساس، أحسها قبل ديمون سولز حتى، يعني ديمون سولز هي الأساس أنا عارف، بس ديمون سولز شوية الميكانيك حقها غير، فاهمين كيف؟ ممكن يرفع الضغط أسرع وأقصر. دارك سولز 1 حلوة في استكشافها وفي عالمها، من أحلى العوالم صراحة الاستكشاف حق دارك سولز 1، وحق إلدن رينج طبعا عشان عالم مفتوح. وأنا أقول لكم دارك سولز 1 ممكن يعني إلا قابة شعرة زي ما يقول، ما بقي إلا شعرة وتصير عالم مفتوح حرفيا، يعني هي أنا شبه عالم مفتوح بالنسبة لي. في واحد كاتب لي سؤال انه ايش راي اهلك يعني باليوتيوب وفيك انت، هم فخورين فيك على شغلك باليوتيوب، وهل ممكن لو ما تحسن وضعك باليوتيوب تسكر قناتك؟ والله ما اعرف الاسئله هذه، يعني انتوا لو قلقانين من اهلكم مثلا انتوا تبوا تسووا الشيء ذا،
أنا أشوفه عادي، ما أعرف يعني. أوكي ما رحت يعني، ما رحت كلمت أهلي، ما قلت لهم هروح أفتح قناة وهروح. ليش؟ عشان هواية بسوي شيء في وقت الفاضي يعني، أنتوا فاهمين؟ أحسن من أني أروح أسوي شيء غلط، ولا أروح أطلع الشارع، ولا فاهمين يعني. جالس أسوي شيء، بحاول ومبين أني يعني أنا مو جالس ألعب بس عشان ألعب، ولا عشان يعني في هذه القناة مو فاتحة بس كذا مطلع وجهي بس عشان أطلعه وخلاص. لا، أنا جالس شغال وجالس شاد حيلي، وأبغى يعني أبغى يصير لي دخل، وفي دخل بسيط إلى حد ما الحمد لله من الحاجات دي، فمبين فما يحتاج. بس أنا ما قلت لهم صراحة، هم اكتشفوا لوحدهم. أمي قاعدة في الصالة ذاك اليوم رأس بند قدامها، قلوا دي التلفزيون ايش بتسوي؟ بس قلت العادي أمي بلعب وكذا. قلت لي شخصيتك غير، بس هذا تعليق أمي، شخصيتك غير وانت بتلعب، مو نفس وديع اللي هي تعرفه، فاهم؟ بس ونقطة. الوالد ما قلت له برضو يعني، ما فتحت معاه موضوع انه انا بسوي وبسوي بسوي. توقع قبل 3-4 أسابيع، قبل شهر شهرين، مو كتير يعني دحين، فاهمين كيف؟ فجأة الاقي كده ما اعرف، يا التيك توك يا الانستغرام، ما اعرف اللي هو اللي بحط فيه الشورتات حقتي كده، الوالد كده كله لايك 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 لايك، ما فتح معي الموضوع، فاهمين كيف؟ بس يعني جزا الله يعني عجبه يعني، انت فاهم؟ فما حقول لا يعني، الحمد لله يعني، قول انهم داعميني، اهلي داعميني، وما في شيء يعني، انا ماني موقف شيء في حياتي عشان اسوي الشيء ده، انت فاهم؟ فما يقدر احد يقول لي شيء، ما بسوي شيء غلط، وما محتواي ما في شيء، انا ما اشوف فيه له اساءه ولا فيه اي حاجه غلط صراحه، ممكن كيف اقول لك تخليني اوقفه. وفي نفس الوقت امور حياتي ماشيه الحمد لله يعني، بروح شغلي برجع وقاعد مع اهلي، كله الحمد لله كله هذا. والنوم، بس النوم والله نحتاج نوم زياده يا اخي، لو زيدوا 5 ساعات في اليوم بس اكون مبسوط انا كمان والله. في ناس بتسالني على لايز اوف بي ودارك سولز 2، ترى لايز اوف بي موجوده في القناه هنا في هذه القناه، ودارك سولز 2 الشرح حقه في القناه الثانيه حق البثوث، عشان طويل يمكن 14 ساعه 86 بس فيديوهات، تاخذوا راحتكم تتفرجوا انتم مروقين، ضيعتوا ارجعوا مع التختيم. هو مو شرح اكثر من انه انا اختم وانتم تمشوا معي بس. واللي بيسال على مواصفات البي سي يدخلوا، اللي بيسال على مواصفات الكمبيوتر يدخلوا صفحه تويتش وبيلاقوها موجوده هناك، كاتب انا عندي جهازين انا عشان كذا وكذا. يقول لي وش في سؤال اخير، خلاص خلي هذا الاخير، يقول لك وش افضل لعبه من غير تصنيف العاب السولز بالنسبه لك؟ شوف انا السولز حشيل معها الار بي جي كمان، ار بي جي يعني زي دراجون دوجما، دراجون ايج، ووركرافت، والحاجات هذه حشيلهم هذول كلهم. ايش الالعاب اللي احبها غير الالعاب دي؟ احب البلاتفورمر، الحاجات اللي فيها تحتاج يعني كيف، شفت لعبه سيليست وهولو نايت واوري، احب الالعاب اللي زي كذا اللي تجي سواء 2D ولا 3D ما فرق معايا، بس احب الحاجات اللي كذا تطلب منك مهاره. فبس عارف انه شيء غريب بس احب كذا، احسها حلوه، احب الحاجات فيها تحدي، انا احبها عشان احساس حلو يجيك لما تخلص تحدي بنجاح. طبعا في سؤال ليش خشمك كبير، والثاني كاتب له انه اخو جاكي، اللي جاي كأنه سلاحف النينجا يعني، ما شاء الله جديدة هذه سلاحف النينجا صراحة، بس أشكرك والله ذبة جديدة. وبس بويز يعطيكم ألف عافية برضو، عشان أعيد أكد عليكم إن شاء الله في حيكون تغيير في يوم من أيام الأسبوع كذا يعني، وإحنا بننزل سلسلة حتلاقوا فجأة شيء ساطح نازل بدل السلسلة، طيب فهذا شيء حيصير، لا تقولوا ما قلت. طيب أتمنى إنه الفيديو يكون عجبكم، لو تبونا نعمل حاجات عندكم اقتراحات، حاجات نتكلم فيها، تقييمات، قصص، جايتنا اقتراحات، اي شيء انتم ممكن تكتبوه يعزز الفكره في راسي اكثر. طيب اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا، لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، اللي يحتاج مني اي شيء يعرف اني لايقيني موجود في الديسكورد وفي اليوتيوب وفي كل مكان موجود، طيب انستغرام تويتر اللي تبغاه. فبس شكرا دائما على دعمكم المستمر، ومعليش على القطعه، ورجعت لكم ان شاء الله، يلا نراكم لاحقا.